جدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعوة أعضاء الكونغرس إلى عدم التصويت على عقوبات اقتصادية جديدة بحق إيران بهدف منح فرصة للمفاوضات الدبلوماسية التي تجريها مجموعة الدول الست الكبرى مع إيران. وأكد كيري قبل اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة المصارف في مجلس الشيوخ: أملنا الآن أن لا تفرض عقوبات جديدة خوفا من أن ينظر إليها بسوء نية من قبل من نتفاوض معهم، وقد تنسف اتفاقا قد ينهي فعليا ما نحاول القيام به منذ 30 عاما. نحن نطالب الكونغرس من أعطاء الدبلوماسية فرصة لتكون قادرة على العمل. وقد اعتبر زعيم حزب الله حسن نصر الله حليف إيران في الشرق الأوسط أن البديل بين تفاهم بين طهران والدول الغربية حول الملف النووي الإيراني هو الحرب في المنطقة، محملا إسرائيل مسؤولية عرقلة أي تفاهم بين الدول الكبرى وإيران. يشار إلى أن اجتماعا عقد في جنيف الأسبوع الماضي أخفق فيه اللاعبون الدوليون من التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تؤكد طهران أنه لأغراض سلمية، في حين يخشى الغرب من تمكن الدولة الإسلامية من إنتاج قنبلة نووية.